old are you? I am 16. 16? Yes. My father is dead and my mother is Afghanistan. I have one sister in Afghanistan. والله يا غاراني ندم على النهار اللي خرجت فيه من دارنا. كرعية صباعي صباع تاع كرعية جمدو. قشنا شوف مزيان قعدنا بنقش نحيولك القش نحيولك كل السكوش. الغربة والله العظيم غارة حلم ضائع. Hello everybody everyone. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نحن في مدينة بلغراد. بات بلغراد الوجه الآخر تاع بلغراد. ما ناش رايحين اليوم نوري لكم السياحة في بلغراد، ما ناش رايحين نوري لكم الحاجة الشابة تاع بلغراد، مي رايحين نتكلموا في واحد الموضوع فريمون حساس اللي حكينا عليه في الفيديوهات الزوج اللي قبل، بصح هذه المرة رانا رايحين ندخلوا في الموضوع بكل تعمق ونشوفوا ان شاء الله. As always this video is out program. The video of today is really different. If you didn't watch the video before, yes, two videos, go to watch now and you will understand a lot of things. Had problem with the Serbian company. In the second case we took the train from Skopje to Belgrade and we live an amazing experience with 100 migrants crossing the border between Macedonia and Serbia. So today we are here, we are in Belgrade to testify how people across the border. And don't forget guys, subscribe, do like and do comment. باش نكملوا في المواضيع تاعنا. احنا في هذه المره حبينا نخرجوا من المواضيع السياحيه، حبينا نبدلوا شويه لانه وصلنا لواحد البلاصه هي معبر الحدودي الى اوروبا، هو نافذه اوروبا واللي يتعلق فيها الامال تاع كثير من الجزائريين، كثير من المغاربه، كثير من الافغان، كثير من الباكستانيين، الهنود، كلهم تعلق الامال تاعهم من تركيا الى اوروبا. وهذه المحطه الصعيبه كاع في الرحله هذه وهي محطه صربيا كرواتيا، محطه صعبه. اليوم رايحين نتقربوا من واحد الناس. فيديو دي اوجي لورو saranno loro a raccontarvi la loro storia, i loro sentimenti, le loro emozioni e noi siamo qui in silenzio per ascoltarle. E fatevi un'idea di quello che succede nei Balcani. Chi mi ha contattato? هذا اخونا من الجزائر. من الجزائر. الحاجه الوحيده سطيف. اي سطيف العالي. حبيت لكم واحد الحاجه، ماكم تقدروش تشوفوا وجهه لانه حبينا نشدوا البرايفسي، نشدوا الخصوصيه تاع الناس لانه راه في مرحله صعيبه. حبينا نسكروا الوجه تاعو، صافي تسمعوا الهضره برك هي اللي حتى انتريسيكم اكثر، واستمتعوا بوجهي باللحيه هذه. انا بدلت ستيل بالكاسكيطه. صافي نخلوا الكلمه لخونا. واش الاسم؟ الاسم فاتح. انا حتى لدوك مازال ما صيتوش على اسمه باسكو حبينا ندخلوا في الموضوع ديريكت. الاخ فاتح من سطيف راح يحكي لنا على الرحله تاعو اللي بدات، الرحله اللي كاع الجزائريين يعرفوها اللي تبدا من تركيا، من الجزائر اول حاجه، مطار الجزائر، بعد تركيا اليونان، ودوك هو يحكي لكم. اليك الكلمه. بسم الله نبداوها. الرحله تاعي بديتها من ترك الجزائر، كانت رحله عاديه، رحت الحمد لله كما يقول لك رحت بدراهمي بلبستي حاجه ما تخصني، قالوا لي الناس راهي ساهله الطريق وهذاك عليك وعلى دراهمك. تكليت على ربي خويا، درت ربي وربي ونبي في بالي وتكليت على ربي. اللحقه يا خويا اللي لحقت الترك، بورتو الترك عبرت انا سنه 2009. كانوا يحترموا الشخصيه الجزائريه، كانوا يحترموا العباد، كانوا كلش بيسك. مي كي دخلت ليها انا سنه 2019 لقيتها حاله اخرى، لقيتها حاله اخرى. ما يقيموش الناس، ما يهضروش مع الناس، ما يتقبلوا حتى واحد، يتقبلوا غير التوريست والله اللي يجي يشري البضايع والله ذاك. مي على البسيط ما يستعملوش. بورتو ما كنتش في حاله مدريه، ما كنتش ندير في حوايج مش ملاح. مي والله العظيم كنت كل دقيقه يحكموني لا بوليس، يديروا لي لافوي، لحقت حتى ونحوا لي دراهمي، حكموني في هذه البلاصه، يديرنا منطقه حدوديه، قالوا لي ما عندكش دروا انت هنا، ماكش توريست، ماكش كذا، بورتو الباسبور تاعي فالابل، الفيزا تاعي فالابل. ما درت في بالي والو. ليسونسيال ما نكذبش على خويا، عقبت واحد الشهرين، شهرين ونص هذيك في تركيا، ما نساش طول حياتي يا خويا. جاب ربي وسلكنا من الترك خلينا. دخلنا اليونان، اليونان الحمد لله والله غاستقبلونا بالشيء اللي كان مالغري كاين صعوبات حتى تلعب للعاصمه باش يستقبلوك بلا جهه. معناها الناس تاع اليونان استقبلوك والله العظيم فيهم الخير. طحنا في طب ايطاليا، دي فرونسي، سوريين، هما بيسك معظم اليونانيين ما كاش اليونانيين ما عندهمش الطبيب ما يخدموش. ناس عندهم دران، شعب غني ودوله فقيره. والله بدات الصعوبه من مقدونيا ورواح. مقدونيا والله العظيم سلكنا طاكسيات باش يقدمونا، ما مشاوش معنا بالسومه اللي يمشيو بها مع الناس، مشاو معنا بالضعف، زادوا علينا وكلش.
وداو لنا الدراهم والله لحقوا حتى وين لا بوليس يحطونا ويروحوا تولى الناطي يحطونا تاع سومبيتي تاع ما على بالوش بك يديك دراهمك ومرد عليك كيما حنا نقولوا ما يهموش فيك سوفريت في هذيك البلاصه هذه مقدونيه الناس بكري خلاص كانت تريح يومين ثلاث ايام في العاصمه وتخرج لسربيا والله غير واحد الخمس محاولات والله سته لحقت وين نحاول لنا دراهمنا نحاول لنا التليفونات هذو لابوليس لابوليس ينحيوا لك الدراهم هذه لازم تسمعوها مليح باسكو سي فري يحقروهم ينحلوا الدراهم وينحلوا كلش وتروح تحوس على السفاره باش تشكي ما يستقبلوكش السفاره الجزائريه انت مهاجر ما يستقبلوكش حنايا اللي شفتوا واش صرنا في باش الناس تفهم وتصدق باللي صح حنايا انا وايستر تريتاونا كمهاجرين شوفوا هما مساكن السفاره ما كانش ما عندناش دبلوماسيين يقدروا يعاونوا مالغري هو راه مهاجر بصح تعاونوا باسكو راه تحت اسم دولة جزائرية وراه تحت اسم معناها تحت باسبور على هذيك اللي لازم الواحد هو يقول لك كيما عندكش الفيزا من ريكلاميش عليك كيما عندكش الكواط من ريكلاميش عليك مي علاش انتم دايرينكم ما تجيش مع الهضره وكون تزيد مع الهضره يديوك للحبس زاد كتب ربي درت في درنا في ربي في بالنا وتلاقينا جميع عدنا نمشيو كيما الافغان والباكستان بكري الجزائريين والعرب خرجوا غير زوج ثلاثه عندهم القدر عندهم الشان ولينا نخرجوا في جماعه علاش باش ما يجريسيوناش لحقتهم ولاو يحقرونا لابوليس هما اللي يجريسيونا ينحيوا لنا الدرام ويكسروا لنا التليفونات سكارا سون بيتي ميم سي قال لك ناس ينحوا لهم لبسه كاين اللي خلوهم والله والله غير داروها لي ما بغيتش نهضر هاك اهدر باسكو الناس لازم نو ماشي احترام باسكو هذه الحوايج راه تصرى خاوتي معنى اذا قلنا لكم خلاوه عريان يمشي في الطريق هذه راهي حوايج راهم يصراو لازم لازم تفهم باللي هذا الانسان اللي يحرق راه ماهوش صرات لي في اليونان صرات لي في اليونان حكموني تاع الناطو طلقوني بسيكليست باسكو بالعاني يديروا هذه اللي كتبناها البارح في الانستغرام داو لي درام وكسروا لي التليفون زيد لحقنا لهذه صربيا ما عندي ما نحكي لك صدقني بالله رحت الحفاف بدراهمي نظيف مكسي معفي ما استقبلنيش وما حففنيش رحت باش نتحمم في حمام ما قبلونيش رحت نشري القش لبسه ما قبلونيش لحقت وين نشري ساكوشاج ب 40 اورو هي تسوى 15 اورو ما باعوها ليش لحقت وين والله احنا قاعدين في الطريقه والله مام السكان هذو تاع صربيا والله غير يطيحوك الهضره وسبوك يتخنزروا فيك يديروا حوايج لحقتوني يضلوك في وجهك من تخاف تخاف تهضر معاهم تخاف تهضر انتوما انا من جهه الدوله يعني حكيت لكم انا صراتي ترضى بالشي اللي كان باسكو الله غالب باسكو راك في بلادهم وراك متغرب وراك بلاك واغط وحوايج هذه يعرفهم غير اللي عايش والحكايه اللي بقات مأثره فيا مأثره فيا مأثره فيا بزاف كببنا على ربي من صربيا دخلنا كيما يقولوا البوسنه بلاد مسلمين هذاك مي والله غير شفت فيها حوايج فيها غرايب وعجيب مسلمين ربي سلكنا منها خرجنا منها ونطحنا خرجنا كرواتيا كرواتيا احنا قريبنا لحقوا الله هونغري هما جاو شدونا في بلاصه ما يفيق لك غير الشيطان ست ايام وحنا نمشي ولينا مع النهار الروبوزيو ما بازو سوايع ثلاث سوايع تقطعوا ذوك الجبال كاملين قطعنا الجبال احكي لي بلادي طاي مشينا مع القصب اكثر من الصور هذايا قريب 3 متر الشوك الهندي في وجوهنا شوف شنو صاري هذا تقدر تنحتهم نورمال جو داون يو كان يو كان شوف قشنا شوف مزيان قعدنا بلا قش ينحيو لك القش ينحيو لك كل الساكوشات يحرقوها لك الساكودي ينحيوها لك ودراهمك ينحيوهم لك يزيد يكسروا لك التليفون سكاره يعطيوه لك مكسر يطبزوا لك كيما كيكسروا في الكاميرا ويعطيوه لك يزيد يضلوك يزيد يضربوك وتهدر غير دنك فيه يضربك تقول له انت جزائري يقول لك مارد على الجزائر انت مسلم مارد على الاسلام هذه هي الكلمه اللي يقولوها مي ماك حتى مشكل معنا صديق مسكين مبلسي من رجليه او قدامنا مبلسي من رجليه مرض عنده مسكين السكر وعنده الوزن السيد مسكين يعلم بها ربي يكون تشوفوا واش راه صاري له تبليسي هذوك يحكي لنا ليستوار تاعو ايه هذوك يحكي لنا ليستوار تاعو يا خويا حكمته الضيقه بغى يموت هذه في التاليه في هذه كرواتيا خويا كرواتيا البارح هذه البارح برك صرات واليوم رانا في 29 اوت البارح برك صرات هذه الحكايه راهم جابوها في كرواتيا وجابونا البارح في الليل دخلنا على الربعه تاع الصباح دخلونا على حبشه تاعهم مش الشيت حبشه انا نقولها سيفري السيد لازم سيد فيه السكر فيه كلش عيطنا سيدي علينا جاو خرجوا صاحبنا ما هزوش هما حنا اللي هزيناه حنا اللي درنا له الماء حنا اللي وقفنا معاه حنا اللي ضرينا حنا انا اللي بكيت عليه بيت نبكي عليه خويا بيت نبكي كي شفتو في هذيك الحاله لحقت وين جاو لي بومبي جا الميتسا وجا المساعده تاعو تيماجين الضلوع على عينيه بغا يبقسهم له
نضلوا على حشاك هادو واش نقول باللغه العربيه جنرال ماشي كوموندو يقولوا جنرال هما يقولوا جنرال تاع لا بوليس جنرال تاع لا بوليس وهذا يا ما تينيلوش ما يخرجش قالوا هذا راه يبيس وزيد حاجه اللي اثرت فيا هو مينور قالوا لنا ديروا في الوقت بلدي ماهوش مينور قالوا على صاحبي باش ما يحكموش والقانون يشدوه هو حنا ما يشدوهاش دومي طرواز دومي طرواز قالوا تكتبها دومي طرواز 2003 عاود الورقه قال لي عاود اكتبها قالوا اكتب له دومي ما تكتبلوش 2003 احكي له كيفاش نوضوا وبلا الصفعه هذه فراش الموت كان في الفراش تاع الموت لحقت وين كيما ناضش تاع الصح ضربوا وزاد ضرب صاحبي هذا مسكين اللي راه معنا ثاني وبغاو يشرشوني انا هبط راسي زادوا بغاو يشرشوا صاحبي هبط راسي باش تعرفوا واش راه يسرى هذه اسمحوا لي اني نقطعك هذه الحوايج اللي انا نسمعوا فيها وعلى واش باسكو بزاف ناس راح يقول لك يا صح حنا جينا هنا باش نحوسوا باش ندوروا باش نوريكم المناطق الجميله في البلقان ما حبيناش نختاروا اسيا ما حبيناش نختاروا امريكا ما حبيناش نختاروا اوروبا الفوقانيه وين الدنيا هانيه حبينا نختاروا ذي البلدان قلنا باش نبيروكم حاجه جديده وكي جينا انا واستر بدينا نعانوا نفس المعاناه اللي يعانوا فيها صح ما لحقوش باش يضربونا باسكو ما يقدروش باسكو حنا بورقنا واستر بالباسبور تاعها ما يلحقوش باش يضربونا حنايا مي الوجه والنظره وكيفاش يشوفوا فينا وكيفاش يهضروا معانا احتقار هذاك حسينا به وطرطك تنهار تاع البيس لا علينا هاش توجي اكتب المكتوب البارح شفتوا واش عشنا في التران وهذا هذا الانسان اللي منا والاخر اللي كان يهدر تلاقيت بهم في سراييفو تلاقيت بهم زهر سلام خاوتي واش راكم قصرنا حكينا وبقينا في كونتاكت في الانستغرام واليوم كي كملنا من بلغراد رانا حي سراييفو قلنا نتلاقاو معاهم رانا قاطعين في هذا الجاردان الشارع يلقالي سبحان الله قال لي واش راك في الحال لقيتهم مساكنهم يحكوكم واش صرا لهم هما كانوا في سراييفو جاوا يخرجوا منا شنو المكتوب ربي عاود لقانا بهم عاود لقانا بهذا السوجي اللي نحكوا عليه كاملين باسكو كاين ماتنا كاين خاوتنا كاين بياتنا راهم يخموا على اولادهم كاين بزاف ديريان شحال نقولوا احنا فايت 100000 واحد ولا 10000 واحد خمسة ولا 5000 اللي راهي مرميه في اليونان في السجون بدون اليونان واحد ما يعرف عليهم بدون اشكال 5000 هذه في اثينا 5000 بنادم هادو موليهم ما يسمعوا لهم والو كاين اللي قالوا لهم ولادكم ماتوا هم في الحبس تاع اثينا وكاين اللي راهم في الحبس تاع صربيا ما داروا والو غلطات صغار سي فري هما غلطوا وربي يهديهم ومانيش نحكي عليهم انا كونكوراسون كاع فينا الديفوات كاع هذاك مي غلطات صغار راه عندهم مده عامين ونص في السجن بدون شرع ما عندهمش لي زافوكا وعندي صديق راني مزت اليومين هذا نتحدث انا وياه راه في بلغاريا راه عنده 3 سنين كوغات المانيا قطعوهم له وراه في الحبس تاع بلغاريا على جالماش يهوديه تهمته باللي دالها من اورو تليفون والله العظيم والله العظيم والله العظيم نشهدها ربي ونقولها راه مو خويا مو بن عمي والله غرمتهم علاش ما بغاش يعيش معاها المشكل وين الدول حاطينهم من الناس راه ملاح والله يا خالتي والله غراني ندم على النهار اللي خرجت فيه من دارنا غالب جيت متزوج وعندي بنت وبليز عليا الرجوع انا النية تاعي نرجع لفرنسا هذا ما عندي حتى حاجة ما حصلت في هاد البلاد راني قريب ربع اشهر الطريق مسكرة ربع اشهر وانا في الرحلات مسكر عليا الطريق وكل يوم عندي امل ان شاء الله 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 دعاوي الناس دعاوي الناس دعاوي الوالدين راه ربي ما يخيبش الظن بس رانا ولاد فاميلا ماناش ولاد حرام الحوايج انا قلت لكم ما تحسوش بهم باسكو تحس بهم الا اذا عشتهم حنا عشنا غير حاجه عشنا غير تكيف على حنا عشنا غير هذيك شغل النظره با بلوس نظره عشنا نظره برك نظره الناس تخزرنا مش مليح ولا يسلموا علينا مش مليح ولا يهضروا معانا مش مليح ولا قال واش راك مش مليح هذا واش عشنا حسينا بهذا الشيء ايماجيني هما راهم مع الضرب مع المعاير مع المشاكل مع المشي يا صاحبي كي قلت لكم تلاقيت بهم في البوسنه هما من البوسنه سياو بزاف مرات يروحوا ما كتبتش ومن بعد هما واش داروا عولوا راحوا مشاو شحال مشيتوا مشينا 6 ايام اليوم السبت شدينا فيه 7 ايام هما يمشوا تمشوا في الجبال نمشيو جبال وويدان وغابه جبال ويدان غابات المشاكل يمشوا طالعين هابطين منا من بعد ايماجين توا في غرفه تكون في 5 دقائق غلطه حاجه صغيره برك راك دير في حانوت صباح وعشيه سمانه وانت
تشري قلت منا تبني بيت ستيكي في الحالة بروجي راح تحلو ومبعد في دقيقة يطيح لك قاعدك الحانوت يطيح عليك اسكو تعاود ترفد قاعدك صلاح ترفد قاعدك المشاكل ترفد كلش تعاود تبنيه من جديد صاصوسي اخوتي واش حاب نقول لكم انا كنت في البلاد نورمال عايش شاوت بريسيت شوية خرجت من البلاد في جونفي في الثلج في البرد وكاع الغالب جات لوكازيون جات لوكازيون مع الحراره نهار كيجي نهارك ايوا خرجنا لي سوسيال وصلت انا اليونان الترك قعدت فيها 3 جور وصلت للايروبور تما قال لك ما تخرجش في الليل باسكو وصلنا على 3 تاع الصباح هكذا قال لك ما تخرجش في الليل باسكو يغريسو فتنا تماك في الايروبور خرجنا جويه 8 طلعنا قعدنا ندورو تماك في الترك طلعنا للروتيل بتنا خلاص الغدوة طلعت لإديرنا إديرنا قاعد يقولك يقريسوك يديروا لك غير تنزل باسكو في إديرنا يجي عندك واحد نقوله ديرية باسكو كان ديرية كان الملاح وكان يمشي مليح يجي عندك ديري في روتيل يقولك يا أنا خرجك وخلصني يا ما تخرج من إديرنا أنا ربي كان معايا تلاقيت مع جماعة ديرية درنا يد في اليد قلنا الغدوة نخرجوا ما غير كان الثلج وقع الغدوة خرجنا في الثلج قطعنا الشباك فتنا انا صالي بروبليم كرعيه صباع تاع كرعيه جمدو كي جمدو ما قدرناش نشعلونا باسكو كنا في واحد البلاصه هذيك ما تقدرش تقعد فيها باسكو تقعد فيها تحول لك دوله تماك باسكو هذيك محروقه قلنا نزيدو نقدمو ندخلوا الغابه نشعلوا النار ندفاو ونزيدو ناكلو كي وصلنا ديك الغابه شعلنا النار معانا صباعي كانوا جامدين حطيتهم عند النار ديريكت وهي ما هي نورمالمون ما تحطهمش عند النار تخليهم يستعفاو يركبير شوية تحطهم انا مع ماذا كنت بردان وكاع حطيتهم عند النار الغرغارينه تاع صباعي ماتوا باسكو وننصحكم يا خوتي كي تكونوا برداني ما تحطوهمش عند النار ديريكت جيتوا في المشتى هي ما ننصحكمش تجوا في المشتى باسكو ما ننصحكمش كاع في هذه الحرقه باسكو انا ما ندمت ما ننصحكمش قاعد تطلع يا تطلعوا فيزا يا هذه ترك ما ننصحكمش بها ماشي مليحه الحرقه ماشي مليحه ولا غير ما تسوفلي بزاف تسوفلي بزاف مشيت عليه هكذا وزدت مشيت عليهم واحد 50 كيلو هكذا مع ديك الحراره وقاعد زدت مشيت 50 كيلو دخلنا واحد المدينه اسمها كومونتيني في هذه في اليونان في اليونان كومونتيني دخلنا في واحد الفيرما جايه الفوق فوق كومونتيني فيها تراكم مسلمين ما شاء الله والله غير ما شاء الله وكلين ضربنا عنهم 3 ايام ما همش كيما الاتراك سي فري ضربنا عندهم 3 ايام كالين شاربين صحابي كملوا انا شت روحي زدت مرض كرعيه نتفخو صحابي زادوا كملوا انا قعدت تماك هما عيطوا لابوليس جاوا لابوليس داوني جاوا داوني لابوليس دخلت السبيطار تاع كومونتيني الطبيب بعد الطبيب اللي شدني انا يغضب ذاك السبيطار نقول لك واش نقول لكم يا خوتي والله غير ما شاء الله مسلم ما يديرش كيفو بلونغ الفوق تحت بالعربيه تبى تحب نجي تقول لي زعما تبغي تتفرج فيهم باغي يشوفني وحدي هكا في الليل مدي قلتي ايوا يديني البيرو تاعو شعل الميكرو يقول لي هو دخيا يقول لي تفرجوا صباحك نقول لك كوكا ما كان قرعه تاع كوكا ما كانش تخطيني مع شافني نبغيها وكاع والله غير ساعة يجي عندي يجيب لي ساندويتش كوكا يقول لي خصك حاجه وصل قاعد يعطيني دراهم شحال قعدت سنتين قعدت 10 ايام في كومونتيني وصل قاعد يعطيني دراهم لي سوسي قال لي ما داروش اوبيراسيون كانوا يديروا لي واحد البومادا قالوا لي ندير لكم اوبيراسيون هنا قال لي ندير لك اوبيراسيون هنايا مي ما عندناش ماتريال تحب ديرها هنا تحب تطلع اليونان تيسالوني تحب تطلع تيسالوني قلت لهم انا نطلع تيسالوني جابوا لي مترجم سوري ثاني ما شاء الله الله يبارك عاوني مسكين الحمد لله ربي يحفظهم طلعت للسبيطار تاع تيسالوني لي سوسي طلعت وحدي باسكو روح معايا غير مترجم قطعت تيكي طلعت في البيس وصلت تيسالوني في الليل روحت للسبيطار شدوني ضربت عندهم 4 شهور هكذا 3 شهور 4 شهور داروا لي لي سيرو السيروم باسكو كان في السبيطار تاع كومونتيني كان مغربي طبيب تما في السبيطار تاع كومونتيني عاوني مسكين ثاني كي طلعت سالونيك السبيطار ثاني لقيت عربي وبوه ليبي وامه يونانيه يهضر العربيه مسكين عاوني ما شاء الله ربي يحفظهم مساكين ضربت شي 3 شهور تما درت داروا لي لي سيروم قالوا لي شوفوا صباعك كيفاش ولوا لي سوسيال صباعي انا قاع طاحوا ماتوا درت اوبيراسيون
زدت اليونان. اليونان في اليونان ما كانش راسيس بزاف، مي كاين حاجه العرب تاعنا، حنا كاين العرب كان مليح وكان مشي مليح، بس شو العرب تاعنا حرقوها بزاف كاع، حرقوها علينا. واش نقول لك، لي سوسيا فوتها في اليونان، اليونان طاوني دار، طاوني خلص 150 كارطا نخلص فيها، درت لازير طاوني اوزفايس، مي ما قدرتش نقعد في اليونان، ما نكذبش عليك ما قدرتش نقعد في اليونان. خرجت من اليونان مام عندي دار، عندي دراهم، عطيني 150 مام في اليونان 150 ما ندير لك والو، باسكو ما تكفيكش حتى الشهر. خرجت من اليونان قعدت فيها 5 شهور اليونان تيسالوني، خرجت من تيسالون دخلت البانيا. البانيا جاتني شويه سهله، دخلت لها نورمال، جيت داخل الجبل الاسود مونتينيغرو، تلفت لي شويه طريق، لقيت لا بوليس تاع الحدود هما اللي وروني طريق. البانيين قالوا لي كيفاش تطلع، لا ايه قالوا لي كيفاش تطلع الجبل الاسود مونتينيغرو. دخلت مونتينيغرو فوت فيها 20 يوم هكذا. لي سوسيال من مونتينيغرو بدات شويه تصعب بزاف، باسكو درت رحله للبوسنا من مونتينيغرو للبوسنا، تلاقيت مع لابوليس، وصلوا يقولوا لي عطينا دراهم نطلقوك تروح. قالونا قضبونا بعيد شويه على الحدود، قضبونا طلعونا داونا لاباف تاع مونتينيغرو باش يردونا مونتينيغرو. قالنا ما نقبلوهمش، باسكو حنايا كي نخرجوا من مونتينيغرو لازم ما تكونش عندك لا بروف باش يطلعوك كي تطلع البلاد اخرى باش يدوك العاصمه تاعها. قال لك ما عندهمش لا بروف، ما نقدرش نردهم مونتينيغرو. كيفاش دارونا؟ رجعوا الرون، كان واحد البيست تخرجك شكلاباف تاع مونتينيغرو ويحطك تماك. داونا قالوا لنا باللي تعطونا دراهم نطلقوكم ماشي حتى حنا نوصلوكم، نطلقوكم تروحوا، مام زعما يقضبك البوليسي وخد اخر يعاود يرجع يروح لك الصور داك تروح لك. قالك عطاني دراهم، وصل واحد يقول لي هما خادمينها ثلاثه خادمينها كيف واحد ركب الرول، يقول لي زعما يحكي معايا بلونغري، يقول لي بلي شاف زعما تعبان ما يسمعش، حل لي بوشه تاع التليفون تاعو يدير لي هكذا، يقول لي دخل فيها الدراهم. قلت انت يا مريض، انا نعطيك الدراهم تحطني في الليل ما نعطيكش الدراهم. مشى هو بروبليم، كي يشوفك داخل كرواتيا شوف هو كي تدخل الحدود يشوفك البوليسي، لابوليس يشوفوك ماشي بصح ما يحكموكش. كيفاش يديروا لك؟ خلوك حتى تافونسي تضرب هذيك ديجور وانت تمشي، هما يتبعوا فيك باش تتكرر الطريق هذه اللي شديناها احنا. نصيحه، انا مانيش نقول لكم راني في باراديو وما تجيوش انتوما، اخوتي رانا في جحيم احمر. هذه الغربه والله العظيم غير حلم ضائع. خاوتي حبيت نقول لكم واحد الحاجه واحده اخرى، زادوا الحاجه اللي روعه استر، they invite us for something. شتو زادوا عرضونا على حاجه باش نشربوها. I'm from Afghanistan. Came here yesterday. Came here from Bulgaria. To Afghanistan we came here about 1 month. So it was so difficult when you are walking in the mountains and also we didn't have anything for eating or for drinking. We ate some for only just fruits or water in the mountains. It was so difficult. There is one moment in your travel you think I want to come back. I don't want to continue. I think about it, which I must go back in the where are you going now? Now we are here and in the future we want to go to French. Where are you from? I am from Afghanistan. How long you are walking? I'm walking 1 year. 1 year? Yeah. To arrive here? Yeah. In Serbia? Yeah, it's been long, very hard. How old are you? I am 16. 16? Yeah. You are so young. Yeah. Really so young. Your family? My father is dead and my mother is Afghanistan. I have one sister in Afghanistan. How is the life in Afghanistan? Hard. Very hard. I come to Pakistan and then I come to Iran and then I come to Turkey and then I come to Greece. And then I come to Macedonia and then Serbia. I want to go to France. Had the problem with police? Yes. A lot? Yes, a lot of them. They touch you? They don't let me here, yes. No, he don't touch me, but he don't let me to sit the park and he should go. I'm on the automobile that he gives to the country. They bring them 2 doors or 3 doors.
يبداو يسكروكيو في لافامي تاعهم تاع ندزلك فيزا ونزوجك وندير لك اليوم يتعشى عند خو الغدوه عند بنت الغدوه عند هذاك من بعد يجي يروح ينساكم كاع راه في الغربه راه مستعرب بيك لا خوك لا ولد عمك لا والو راه غير ربي شايف فينا والحمد لله صباح النور حبيبي راه غير ربي وحده اللي شايف فينا راه ربي وحده اللي شايف فينا وربي ان شاء الله ينجينا يا خاوتي نشكر هذا الانسان اللي جا طلع علينا مسكين وراه راه معنا راه يطلع لنا بمعنويات مسكين رانا حنا على خاطرنا بزاف ربي يهنيه ان شاء الله هو والزوجه تاعو ايطاليه ومسلمه ما شاء الله نطلب من ربي ان شاء الله الزوج ربي ان شاء الله يهدينا ويرجعنا برك لموالينا هانيين وان شاء الله اللي عنده امنيه يلحقوا لها ربي انا عندي بنتي ان شاء الله نحطها بين يديا وصرح والدي بلي عندي بنتي والحمد لله ربي ربي ان شاء الله يكون معايا ومع جميع المؤمنين وخوتي راه الغرور غرور غرور راه ما كان والو راه حلم ضائع في ضائع في ضائع رانا خوتي والله لا تعشينا ما نتغداو والله غير ليله برا و10 ليالي برا مش فينا ربي معاك ربي يحفظكم وراني كي انا كي صحابي قليل اللي عنده صار بالك بكري 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 كانت الناس مليحه دوك راه ما بقات لا غربه لا والو والله غير البلاد احسننا خاوتي وربي يهدينا ان شاء الله وربي يردنا لموالينا كيما يقول لك سالمين برك بصحتنا هذا ما كان ان شاء الله وربي يهدي جميع المؤمنين والكلمه الاخرى اللي نقولها لكم السلام عليكم بالبزاف وان شاء الله تسمعوا حوايج من عند ناس اخرين بالكم انا راني زايد حوايج بالك تزيدوا تسمعوا ناس يزيدوا يحكيوا لكم تزيدوا تعرفوا واش كاين الله يحفظك ان شاء الله يعطيك الصحه امين يا رب العالمين بيتولمنت لي بيرسون مي ديكونو كو سونو فورتونادا بيركو هو الباسابورت ايطاليانو اي بوسو انداري دوفي فوليو يو نون كريدو كو افير الباسابورت ايطاليانو سيا اونا فورتونا مي بياشي بنساري كي جورنو سي اريفيرا اد ابريري كونفيني سيركيامو دي ايوتاري كويستي بيرسوني ا سوفريري ايل مينو بوسيبيلي دينونشامو اي كومبورتامنتي violenti della polizia. Io auguro a queste persone di arrivare dove vogliono. Ammi Salah, gli ha il figlio di Berbes, ma dirci ma ho tlegito figlio inglese, figlio park semeli. Rotsi ma sciorro una femma, ma chtemci, non la mra, ma chtemci, non la mra, ma chtemci. Nuxem la kbilla? Il berd. Mish il berd? La ghir, bish tsa. No, bish na tarra, tarra. وين جايكم انتي؟ الحدود النص ما بين تيسالونيكي في جايه في العمره ولا مزال؟ حتى وصلنا هنايا وربي ان شاء الله يوصل لبيك ان شاء الله صح. ان شاء الله اطلع عباك بلي الفيزا ترحبتوها؟ ايه 18 وخوك سرح مزيكوزي بصح كي ما فهمتش شنو قصتها؟ اه امبوسيبل باش يعطي لك فيزا تاع ثلاث شهور نو تاع الكترونيك ولا واش الكترونيك راهم دخلوا بالك واحد 3000 بنادم مع الترك هكا 3000 ما كان صح نظن اكثر باسكو تشوف الناس كيف الديريه ايه رانا نحكوا غير الديريه بار تعال شويه السلام عليكم السلام ورحمه الله شوفوا خاوتي جبت هذيك الميه اسمعوا التاليه جاب لنا الغداء ربي ما جبت الغداء ما ولو جابوا ربي ما انا كنت اون بان والناس تجيب لي الغداء انا فرحت بك كي قلت ولد بلادي والله ربي يحفظك شاعر يعطيك الصحة ديت 100 اورو نروح نصرفها لقاوها مقطعة غير لولا انك انت ماكش باين غنينا حاجة من القلب توصل لك باش نحطوها في البداية تاع الفيديو ما غاديش تبان لي بالك ما خدمناش مليح طوندو استخدم من وقت راهي تخدم حفف لي حفف لي حفف لي شوف انا ديماري 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 خونا وحف ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويل ويا ويلي ويل ويلي ويل ويلي ويل يا ويل ويلي ويلي قلبك قاسي ولا حبيبك تنسيه يا راه كان يا راه كان عايش معك في لاميان وانتي الغدار انكرتيه ويا مان ميرسي ما تقدرش ربي يحفظك ما تقدرش والله ما نقدر روعه
لحقنا للافان تاع لا فيديو تاعنا. ربي يحفظهم خاوتنا، هما اللي كانوا معنا، هما اللي كانوا حكاو لكم لي زيستوار تاعكم. هذه هي الرحله تاعنا تاع 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 صربيا بلغراد، انتهت هنا في هذه النقطه. بصح ما انتهتش معنا، ليا رانا قاعدين معاهم دركا. وش نقول لكم، ان شاء الله يكون الميساج تاعنا وصل. بعد هذا الفيديو راح يبداو لي فيديو تاع التحواس تاعنا تاع كرواتيا تاع البوسنه وتاع مقدونيا، كاين فيديو بزاف. احنا حبينا ندير لكم فاصل صغير باش نحكوا لكم المعاناه اللي عانوها الجزائريين في البلقان. والحمد لله ان شاء الله نكونوا بينا ولو حاجه صغيره واش راهم يعانوا خاوتنا، واش راهم يعانوا من هذه المشاكل. راكم سمعتوا واش حكوا لكم، ان شاء الله فيها خير، ربي يعاونهم ويعطيكم الصحه خاوتي. ادعوا لنا يا خاوتي، ادعوا لنا، الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نعاودوا نديروا فيها قاعده في فرنسا ولا في طاليان وفيها خير ان شاء الله. هيا تهلاو تورينو 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 يا سيدي. ثانك يو ايفريبادي ايفري وان، ثانك يو سو ماتش، يعطيكم الصحه. البوطاجين المغربي، ربي يخلي خاوتنا المغاربه. هيا تهلاو في رواحكم، سلام.